وأخيرا أصبح للنساء محل متخصص في صيانة الجوالات حرصا على الاحتفاظ بخصوصيتهن. خلود أول امرأة تعمل في صيانة أجهزة الجوالات في محافظة عدن، وقد تكون الأولى أيضا في اليمن. كاميرا بلقيس التي زارت خلود في ورشتها هنا في حي المعلق لتطلع على تجربتها ونقل قصة المهندسة الأولى لتصبح نموذجا لجيلها من النساء. بدأت المشروع حقي من البيت، لأنه طبعا نحن في مجتمع نحن ما فيش حد يتقبل فكرة أنه بنت تخرج إلى صيانة الجوالات أو صيانة الكمبيوترات. تقول مسيرتها العملية إنها تخرجت من كلية الهندسة في جامعة عدن لتراودها فكرة العمل في مجالها الهندسي بداية في المنزل. هنا في إطار صيانة الجوالات لازم تروحي ورشة، ضروري تروحي ورشة. عرضت على أكثر من واحد، يعني لو سمحتم ممكن أجي أتدرب عندكم، يعني أشوف الجوالات قدامي تفتك، أشوف الخبرة كيف يتعاملوا. كل المحلات رفضت، محلات كبيرة ومشهورة، بنت يتفرج لك؟ لا. واجهت الكثير من المصاعب والصدود المتكررة من أصحاب محلات الجوالات تشكيكا بقدراتها، إلا أنها لم تنتظر طويلا لتحاول نقل مشروعها إلى محل مستقل خارج البيت، حرصا منها لتطوير قدراتها من جهة، ومن جهة ثانية خلق فرص عمل لأسرتها وزميلاتها. ما يخلوش إنه فكرة إنه بنت يعني ما تنفعش مجال صيانة الجوالات أو الكمبيوترات، لا، نحن قادرين نشتغل بكل المجالات، مجالات تناسب نحن بنخرج بنشتغل فيه به. وكل واحد مفروض يخلق فرصة عمل لنفسه، يعني مش نقضي على البطالة. تقول خلود إن كسب المال لم يكن هاجسها الأول مع انطلاق مشوارها العملي، ولكن كانت تسعى إلى اكتساب الخبرة التي ستنال من خلالها كسب ثقة العملاء بجودة عملها. كانت أشتري الخبرة، الخبرة ما تجيش لا بيوم ولا بيومين ولا بثلاث، وما حد بيجي بيعطيك خبرة كده. الواحد يشتري، يعني بداية الأيام تكون أيوة صعبة، الواحد يشتري الخبرة هذه بفلوس. لم تعتد النساء العمل في هذا المجال، كما هو معروفا إنه مقتصرا على الرجال فقط، لذلك كان من الطبيعي أن تواجه هذه المهندسة الكثير من المتاعب. تعد تجربة المهندسة خلود سابقة تثبت أن النساء قادرات على القيام بمختلف الأعمال التي طالما حصرها المجتمع طويلا على الرجال. مروة السيد، قناة بلقيس، عدن.